لاحظته هنا بعيداً عن الألوان والصور الجميلة أن هناك أصوات مرحة تساعد الطفل على الفهم، هناك معلمة، صوت معلمة، وليس فقط معتمد هذا الموقع على القراءة. لننقر على هذا الطفل لينقلنا إلى الصفحة التي تليها. ألف. ألف، عند الضغط على هذا الحرف سوف يظهر لنا التمرين، وكلما ضغطنا على حرف الألف ألف تقوم بتهجئة الحرف. ألف ألف، مما يساعد على حفظ هذا الحرف ألف وتمييز هذا الحرف. تمييزه. ألف. بعد ذلك ظهر لنا حيوان يبدأ بحرف الألف، وهو حيوان الأسد. أسد. عند النقر عليه تظهر كلمة أسد. ألف. أسد. أسد. لقد أعجبتني باء. كثيرا هذه الحركة، وهي حركة وضع صورة الأسد مع صوت زئيرة، وهذا يساعد بشكل كبير للطفل على أن يفهم ويحفظ ويميز الأحرف العربية. الآن بعد أن تعلمنا هذا الحرف وهو حرف الألف الجميل، لننتقل إلى القسم الذي يلي. حسناً، بعد الانتهاء من هذه الدروس سوف يظهر لدينا أما خيار العودة إلى الفهرس، أو عند إنزال الشاشة سوف ننتقل تلقائياً إلى الدرس الذي بعده وهو حروف التاء والثاء. لكن الآن أنا أريد أن أنتقل إلى الفهرس مرة أخرى، فسوف أضغط على هذا الزر ورجعت إلى الفهرس. الآن بعد أن لعبنا بألعاب ألف باء تاء التعليمية والمشوقة والجميلة، سوف ننتقل إلى تمارين ألف باء تاء. هناك أكثر من 1000 تمرين تعليمي للأطفال، وأكثر من 100 فكرة تعليمية مليئة بالفرح والفائدة. التمارين متوفرة على شكل ألعاب تفاعلية بالإضافة إلى أوراق عمل للطباعة، مما يسهل كثيرا على المعلمة أن تشرح وتوزع أوراق العمل في الفصل. وأيضا التمارين مرتبة في مجموعات متدرجة الصعوبة من الأسهل إلى الأصعب، تبدأ بالحروف وتنتهي بالقواعد والتصريف. فهنا نرى مجموعات تبدأ بالحروف والألوان، ثم التشكيل والأفعال والصفات، ومن ثم الأعقد والأكثر تعقيدا. لنبتدأ بالأسهل وهو حروف الألوان. لدينا أول تمرين لكل مجموعة عدة تمارين. حروف الألوان لديها 6 تمارين كما هو الظاهر. لندخل على أول تمرين وهو تلوين الأحرف، وهم 28 حرف. لكل حرف ورقة عمل أو تمرين يستطيع الطفل أن يلون ما بداخلها. طبعا عند النقر على هذا الخيار، مثلا أريد الحين الحرف الألف، فعند النقر عليه سوف يظهر لي خيارين، أما التمرين أو الطباعة. إذا ضغطت على التمرين راح يوديني وين؟ حق صفحة التمرين. الحين نضغط عليه، ظهرت عندي الشاشة المليئة بالزخارف. هيا نلون الصور ونتعرف على الحروف. هيا نضغط على هذا الطفل. كلمات تبدأ ب ألف. ظهر لي بالشاشة 4 صور تبدأ أسماءهم بحرف الألف. سوف نختار اليوم الأرنب. ألف.
أول تمرين هو عبارة عن رسم النقاط، وعند نقر عليه